بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح إن شاء الله نكمل بموضوع الفانكشنز. وصلنا عند موضوع فانكشنز كولينج فانكشنز. فانكشنز كولينج فانكشنز. معطينا مثال راح نكتبه. رايت ا بايثون كود بروجرام تو ديفاين 3 نمبرز. بدي اكتب برنامج بلغة بايثون اعرف ثلاث ارقام A و B و C مثلا. and call function someone واستدعي الفانكشن someone ابعث له x y z اللي باخذ ثلاث قيم x y z to sum their squares. شو بده يعمل؟ بده يطبق يجمع مربعات squares. square ناقصها ال a السكوير تبعها هاي خلينا اخرسها لانه هاي ما بتسال زي هذاك شوفوا their squares by calling another function sqr of w. لاحظ انا ممكن اعمل الفانكشن sum مباشرة يؤدي وظيفة هاي def sum ويستقبل x فاصلة y فاصلة z ويرجع لي x تربيع زائد y تربيع زائد z تربيع. بس هيك يعتبر الفانكشن انه بيؤدي اكثر من وظيفة. راح اعتبره انه بيأدي اكثر من وظيفة، بيربع وبنفس الوقت بيجمع. انا بدي اخليه بس يجمع. عشان اخليه بس يجمع راح اعمل فانكشن ثاني اسمه سكوير ديف سكوير بيستقبل مثلا w سكوير بيرجع لي مربعها. طب بصير برنامج يكون فيه اكثر من فانكشن؟ اكيد هي البرامج ممكن يكون فيها مئات الفانكشنز. هاي w ضرب w مربع w w ضرب w. طب قولي لو سميت الباراميتر هون x بصير المسميات حكينا رح ناخذ شيء هسه بعد شوي السكوب. لو سميت x هون و x هون ما في مشكله. كل فانكشن يعتبر دار مستقله. كل فانكشن يعتبر له سكوب. رح ناخذ انه له سكوب خاص فيه او نيم سبيس خاص فيه. يعني لو سميت x هون وبالسم في x في مشكله عندي؟ لا، بصير في عندي دارين كل دار فيها محمد قلنا ما رح يتعارضن مع بعض بس رح يكونن بيختلفن عن بعض. هذا الفانكشن سكوير. الفانكشن سام شو رح اعمل له؟ اي مثلا اي حكيت تساوي رح استدعي السكوير السكوير وابعث له قيمة اكس. هذا شو رح يرجع لي السكوير؟ مربع اكس. ووين خزنتها؟ باي. طب ضروري اخزنها باي؟ ممكن استعملها مباشرة عادي. جي تساوي مثلا سكوير y ببعث قيمة y للفانكشن سكوير برجع لي مربعها. طب k تساوي سكوير of z كمان مرة ثالثة. هون شوف الفانكشن sum قاعد بيستدعي الفانكشن سكوير. بصير فانكشن يستدعي فانكشن آخر؟ آه ممكن من أي نقطة أي فانكشن يستدعي فانكشن آخر. طب هسا على sum نفسه شو بدي يعمل؟ return مربعات. وين مربعات اتخزنت؟ بآي زائد جي زائد كي. مش مهم هو يربع. طبعا انتم هون شفتوا المشكله سهله. طب خلينا اربع مباشره مباشره. خلي السم يقول ريتيرن اكس في اكس زائد واي في واي زائد زد في زد بصير. بس لو كانت المشكله اكبر هون احنا بنوضح لك فكره انك تقسم المشكله لمشاكل صغيره بحيث انه الفانكشن يؤدي بس وظيفه واحده. وإذا احتاج لوظيفة أخرى لإشي آخر يستدعي فانكشن يكون عامل فانكشن آخر يؤدي الوظيفة الأخرى. هسه راح أعطيك على أكبر. هاي بالمين بارت بالمين بارت انتبهوا لهاي المواضيع مهمة. مش بتسأل وما بتسألش، ما أنا بسأل بس أنتوا ما شاء الله عليكم. ولا تنسوا السبت في كويز بالفايل، السبت في كويز بالفايلز والسبت اللي وراه بالفانكشنز. السبت في كويز بالفايلز بعثت لكم صح؟ 1/5 و8/5 بالفانكشن. بس اي ساعة دكتورة؟ الساعة بعدني ما حددت الساعة. ما بعثت لكمش انا ساعة. بعدني ما حددت الساعة. السبت 1/5 كويز بالفايلز و8/5 كويز بالفانكشن. لأنه احنا بعدنا ما كملناش الكويزات، كم كويز أخذنا؟ بس اثنين؟ اثنين لازم ناخذ اثنين بس أخذنا احنا؟ لازم ناخذ 5 كويزات يعني. و16 15/5 راح يكون كويز ثالث كمان يعني 1/5 8 كل اسبوع كويز. احسب حسابكم هيك كل اسبوع يعتبر في كويز عندك.
شوفوا بالمين بارت، قال لي اعمل ايه. ايه هاي ممكن اقرا قيمتها من الكيبورد، وممكن ادخلها مثلا ايه تساوي واحد زي ما حكى لي هون، ايه تساوي واحد. ممكن ادخل قيم ثابته، ايه تساوي ثلاث، بي سالب اربعه، سي واحد بصير، او اقراها من الكيبورد انبوت هاي انتر ان انتجر بي تساوي. طب لو سألتك لو سميت اكس واي زد بدل ما اسمي اي بي اسميهن اكس واي بصير؟ بصير. بس هل اكس واي اللي بالمين بارت راح يكون نفس اكس واي اللي بالفانكشن سم؟ لا، راح يكون كل واحدة لها سكوب مختلف. هاي سي تساوي انت انبوت انتر ان انتجر، وكان بامكاني اقول له دخل رقم بدل انتجر، لانه انا بقدر اجمع ارقام مع بعض حتى لو كان واحد منهن فلوت، ادخل رقم واعمله فلوت، فلوت اعم اذا بدي يشتغل اصح. واجي اقول له مثلا برنت، شوفوا بديش اقول له برنت، بدي اقول له اكس اكس او اكس لحاله تساوي سم اي فاصل بي فاصل سي، عشان نتبع هسا اوريك السكوبس، لانه احنا هسا عم نروح على موضوع السكوبس. بدي اقدم له هاي برنت اكس تساوي فاصل اكس، ممكن احكي له مباشره برنت السام، ضروري احط متغير، ممكن احط قيمه مثلا 23. ايه ممكن اقول الارجمنت الثاني ايه ضرب 2، بصير. الارجمنت الثالث بي زائد سي، خلينا نتبع هذا الكود واشوف شو نتيجه تنفيذه. منين راح ابلش؟ منين ابلش؟ بدي ابلش من الاجزاء الخارجيه، وانتبهوا الاجزاء الخارجيه مش شرط تكون بعد الفانكشنز، يعني ممكن احط مثلا هاي ايه انبوت اجي احطها هون قبل الفانكشن، بما انه الازاحه الها هون على الطرف بتكون هاي تابعه للمين بارت. وين بتكون؟ تابعه للمين بارت. منين ببلش؟ ببلش ينفذ من المين. طب وين المين؟ من هاي ايه تساوي انت. الاشياء الخارجيه هاي ببلش يبلش من اعلى الملف لاسفله، يعني ايه تساوي هاي اعلى الملف ببلش فيها. شو راح اعمل؟ شو راح اعمل؟ بدي اصنف نيم سبيسز عشان انت كمان تميز. هاي استخدمت اكس باكثر من مكان، بدي اميز النيم سبيس لكل متغير عشان افهم السكوب. هسا هاي راح ابلش بالنيم سبيس الخاص بالمين، هاي راح احطه تحت تحت هاي احنا صرنا بطيئين. مين نيم سبيس اسمه نيم سبيس، بلش انه في عنا نيم سبيس بالمين، في عنا ايه والايه هاي قيمتها بديش احطها تساوي، بدي احطها هو الاصل نرسم سهم ودائره واوبجكت. الايه كم قيمتها؟ راح ادخلها من الكيبورد. افرض دخلت 10، افرض هذا فرض هي ايه 10، لا هي ايه بدي ادخلها من الكيبورد صح؟ راح يطلع لي بالهون النتائج بالانتر ان انتجر وادخل 10 راح تصير ايه 10. طيب بي افرض انك دخلت سالب 5، قال لك انتر ان انتجر جيت دخلت سالب 5، شوفوا ضافوا بي وضاف سي وين؟ شوفوا قاعد بتتبع جمله جمله. طب ليش رحتي على ايه؟ هاي لانها بالمين بارت، حتى لو جت برا هيها بالجزء الخارجي. ايه من اعلى الملف لتحت، اول شيء ايه تساوي، بعدين بي تساوي، بعدين سي تساوي، شوفوا ضاف. النيم سبيس هو عباره عن زوج بربط المتغير مع قيمه. سي مثلا دخلت 34، لا بديش ادخل رقم كبير لانه بدنا نعمل سكوير بالثلاث على سبيل المثال، اتفقنا؟ بعدين قال لي اكس تساوي، شوفوا ضاف اكس، ضاف اكس على النيم سبيس الخاص بالمين. هيو اكس تساوي، شو يساوي اكس؟ شو القيمه اللي بدي اسندها لاكس؟ القيمه اللي بدها ترجع، القيمه اللي بدها ترجع من مين؟ من استدعاء الفانكشن سم. قلنا هاي جملة كول للفانكشن سم، شو راح يصير؟ راح يستدعي السم، دا
تلقى جملة استدعاء رح ينتقل التنفيذ لسم. شوفوا هسه انتقال التنفيذ هذا في شغل كثير، في شغل هو بسيط بس أنا لأني بدي أكتب علي. هاي رح ينشئ نيم سبيس خاص بمين؟ خاص بمين النيم سبيس؟ خاص بالسم. هاي سم نيم سبيس، شو رح أضيف له؟ رح أضيف له البراميترز. أول شيء البراميترز رح نعتبرهن متغيرات، هسه رح نشوف محلية. شوفوا إكس، طب قول لي هاي إكس هون، بقول لك أنت إكس هاي مالكيش فيها، هاي إكس هسه رح نشوف إنها جلوبال. إكس أعطاها قيمة مين؟ قيمة A، كم A؟ 10. وأنشأ Y، طب لو كان هون X و Y و Z رح يكون إن هذول سكوب وهذا سكوب آخر، هذا نيم سبيس وهذا نيم سبيس آخر. ليه قلت لك عادي لو تكرر؟ Y شو أعطاها؟ أعطاها قيمة الأرجيومنت B، شوفوا A رح يمرره لـ X و B رح يمرره لـ Y. B هي سالب 5 مررها لـ Y، بس لاحظ هون أنا ما بتعامل B بتعامل Y. X Y Z ما بتعامل مع A و B و C بالسم، بتعامل مع X و Y و Z، ما بصير اتعامل مع، اتفقنا؟ طيب هسا Z البراميتر الثالث Z شو أعطاه؟ قيمة C، C كم قيمتها؟ 3، هاي أعطاه القيمة 3. بعدين شو عمل؟ أنشأ هو I، I I شو أعطاه؟ الآي شو أسند لها؟ القيمة اللي بدها ترجع من استدعاء، القيمة اللي راح ترجع من استدعاء السكوير، القيمة اللي بدها ترجع من استدعاء السكوير. بعث ل بعث الأرجيومنت إكس، شو راح يصير؟ راح ينتقل التنفيذ من سم لسكوير. شوفوا شو راح يصير؟ راح ينتقل التنفيذ من سم لسكوير. وشو بعث؟ راح يعمل نيم سبيس خاص بمين؟ سكوير. سكوير كمان إلو نيم سبيس، هاي سكوير نيم سبيس. شو راح أضيف على سكوير؟ W، شوفوا النيم سبيس للسكوير في W، W بعث لها قيمة X اللي هي 10، راح يشتغل يرجع لي 10 في 10، 10 في 10 100. ال 100 رح تسند لمين؟ رح تسند لمين ال 100؟ لآي. شوفوا آي شو اسند لها؟ ال 100 اللي هي رجعت من مربع اكس 10 استدعى سكوير، انتقل التنفيذ لسكوير، رجع النتيجه وين رجعت لهون؟ اسندت لآي. طب بس يطلع قلنا شو بصير؟ هذا النيم سبيس شو بيعمل فيه؟ بحطمه. شوفوا طلع من السكوير حطم النيم سبيس، الدبليو هاي تحطمت شايفينها؟ طيب رجع قال لي جي تساوي، شو راح يعمل؟ راح يرجع يضيف على النيم سبيس هون، راح يضيف جي، جي طب شو قيمتها جي؟ كمان استدعى السكوير كمان مرة، راح يرد ينتقل للسكوير. المرة هاي راح يرد ينشئ النيم سبيس الخاص بدبليو، بديش ارجع اكتب، هو برجع بنشئ نيم سبيس من جديد، بضيف له دبليو وبعطيه قيمة واي، كم قيمة واي هسا؟ طبعا هو مش نفسه، بنشئ مرة ثانية النيم سبيس، بس عشان ما ضيعش الوقت، بديش ارسم أكثر من رسمة، خلص، هو بنشئ كمان مرة دبليو هسا قيمتها سالب 5، رجع سالب 5 في سالب 5 25، وبس طلع شو رح يعمل؟ قلنا رح يحطم النيم سبيس، وين ال 25 رح ترجع؟ رح ترجع على المين بارت؟ لا، رح ترجع على النقطة اللي طلعنا منها هي 25. 25 هاي شو رح يعمل فيها؟ رح يسندها لمين؟ لقيمة جي، هاي جي قيمتها 25. طب وبعدين؟ رد لقى كي تساوي، هاي بالنيم سبيس السم كي تساوي، لقى كي، طب كي شو تساوي؟ سكوير اوف زد، رجع لقى استدعاء للسكوير اوف زد، رح ينتقل التنفيذ كمان مرة للسكوير. هسا دبليو رح ينشئ النيم سبيس اللي فيه دبليو، بنشئه من جديد مرة ثالثة، بنشئه مش على نفسه، بس أنا رح أشتغل على نفسه عشان ما ضيعش الوقت بالكتابة. هسا دبليو شو رح يبعث لها؟ شو القيمة؟
قيمة زد اللي هون اللي هي 3. شوفوا بعت لها 3 الدبليو رجع لي 3 ب3 9 راح تسند لكي. كم قيمتها راح تصير؟ هيها 9. شفنا كيف اتبعنا؟ بعدين قال لي return i وبس يطلع طبعا كل function بخلصوا النيم سبيس اللي له بحكمه. i زائد j زائد k. i 100 زائد 25 زائد 9 125 134. إذا x شو راح يسند لها؟ هاي النتيجة اللي طلعت 134 رجعت لوين بس خلص السم؟ لوين رجعت؟ للنقطة هاي اللي استدعى السم. رجع ال 134 اسندت ل x وبس يطلع هذا النيم سبيس شوفوه حطمه. ما ضلش x و y و z و i و j و k، تحطمن لأن خلصت من الفانكشن سم، حطمت النيم سبيس. رجع بعديها قال لي برنت x تساوي، راح يطبع لي x تساوي 134. طبعا بعد ما دخلت النتائج لحد الآن 134. طب منين اجت؟ اجت على فرض انه a 10 و b سالب 5 و c 3. بعدين رديت مرة ثانية، شوفوا مرة ثانية جيت قلت له print sum، رديت استدعيت السم كمان مرة. شوفوا رديت استدعيت السم كمان مرة بصير؟ بصير. شو راح يعمل؟ شو راح يعمل؟ راح ينشئ النيم سبيس من جديد. طبعا هون لأنه W كانت قيمة واحدة عدلت عليه نفسه، بس هسه مش راح أقدر أعدل. هنشئ هاي النيم سبيس بدون مكتوب sum name space، وراح يبلش يضيف زي ما ضاف هسه. أول إشي راح يضيف x. x شو راح يعطيها؟ الباراميتر الأول شو أعطى؟ 23. كمان ضاف y الباراميتر الثاني. طب الباراميتر الثاني شو أعطى؟ f2. f2 a كم؟ على فرض إن بعدنا بنعمل رن a سأل a 10، 10 في 2 20. شوفوا شو مرر ل y. بعدين زد، شو مرر لها زد؟ بي زائد سي. طب شو بي؟ سالب 5 زائد 3 سالب 2. شوفوا زد مرر لها سالب 2. طب بلش بنفس الطريقة اي، انشأ اي. طب اي شو نتيجتها؟ القيمة اللي بدها ترجع من السكوير اوف اكس. استدعى سكوير اكس، رح ينتقل التنفيذ لسكوير اكس ورح يبعث لدبليو. شو يبعث لدبليو؟ طبعا بنشئ نيم سبيس من جديد لأنه النيم سبيس اتحطم، راح ينشئ نيم سبيس خاص بالسكوير. هاي نسميه اس كيو ار في دبليو. دبليو شو قيمته؟ شو ارسل له؟ قيمة اكس اللي هي 23. ما شاء الله. هسه عم نوجد 23 في 23. 23 في 23 بدها تطلع 480 490 تقريبا 400 وشي. اتفقنا؟ 400 وشي راح ترجع هون. أربعة وفيها خانتين، شو هن الخانتين؟ مش عارفين هنا. طيب المهم انه بالاخر بده يعطيني جواب وبس يطلع بحطم السكوير. والقيمة اللي رجعت وين اسندها؟ اسندها لآي. اسندها لمين؟ اسندها لآي. طيب رجعنا جي تساوي سكوير اوف واي، رجع انشأ جي، ضاف جي على النيم سبيس الخاص بالسم. طيب جي شو قيمته؟ شو قيمته؟ القيمة اللي بدها ترجع من سكوير، رجع استدعى سكوير. كمان مرة عمل النيم سبيس الخاص بسكوير اللي هو بيحتوي على دبليو. طب دبليو هسا شو بعث لها؟ شو بعث لها؟ قيمة واي. طب كم واي؟ 20. 20 في 20 رح ترجع 400. جي 400. رح أضيف جي قيمتها، هذيك مش رح تطلع، هذيك رح تطلع 23 في 23 قريب على 500، يعني 400 وشي بس قريب على 500. طب رجع k تساوي، كمان ضاف k على النيم سبيس الخاص. طبعا هاي سهم، هاي انا قاعد برسم سهم. k ضافوا على النيم سبيس الخاص بالسم واستدعى سكوير اوف زد. كمان مره راح يرد ينشئ النيم سبيس الخاص بسكوير ويبعث ل دبليو قيمه زد. كم زد؟ سالب 2. بيرجع لي سالب 2 في سالب 2 4، اذا k 4 راح يطلع الجواب قريب ال 900. 900 ناقصات شوي. بعدين راح يقول لي ريتيرن اي زائد جي زائد كي. 900 ناقصات شوي بيطلع وبس يطلع بحطم قلنا النيم سبيس الخاص بالسم. رجع على المين، طبعا النتيجه وين رجعت؟ رجعت هون، راح اطبعها. خلينا نعمل رن، خلينا نعمل، خلي التتبع نخليه موجود.
بعدين هسه راح امسحه. اعمل رن بدخل نفس القيم. ايه قلت لك افرض دخلت 10 عشان نشوف نتائجنا صح. بي سالب 5 وسي 3. شوفوا اول واحد 134، الثاني 933. الثاني طلع 933، اذا طلع 500 وشي. 23 في 23 اقول 500 وشي، طالع 500 وشي، 500 وشي 23 في 23 مش 400 زي ما حكيت. المهم اللي هي النتيجة 23 في 23 آخر شيء حاصل جمعهن طلع 933. شفنا كيف التتبع؟ طب هسه لو سألتك X و Y و Z، طب وهاي X؟ لو جيت هون قلت برنت X رح يطبع لي X هاي اللي بالسم؟ لا، رح يطبع لي X اللي عنده اللي هي 134. X هاي بسكوب المين، هذا السكوب رح نسميه جلوبال، اللي بالجزء الخارجي رح نسميه جلوبال. طب اكس هاي رح اسميها لوكال. لو سالتك سكوير اللوكال له هو دبليو، في عنده متغير محلي اسمه دبليو، يعني هون بقدر استعمل دبليو. لو جيت قلت له مثلا برنت واي جوا السكوير، جيت قلت له برنت واي شو بعطيني؟ بعطيني ايرور. طب واي نوت ديفاين، انها مش معرفه. طب ليش مش معرفه؟ هاي واي موجوده بس واي هاي تابع لمين؟ تابع للسم. اذا هاي لوكال بالنسبه للسم، رح ناخذ شيء اسمه لوكال وشيء اسمه جلوبال. الواي والزد واي وجي وكي واكس هذول لوكال لسم. الدبليو لوكال لسكوير. شو يعني لوكال؟ يعني محلي، بصير استعمله بس بالسكوير. لو رحت قلت برنت دبليو جوا السم شو بعطيني؟ بعطيني ايرور، انها دبليو مش موجوده. طب لو قلت برنت واي مثلا، جيت استخدم واي داخل سكوير بقول انها مش موجوده لانه الواي خاصه مين؟ بسم. لو جيت قلت له ريتيرن اي زائد ضرب اي، اي ضرب اي بيعطيني ايرور، الاي هاي خاصه مين؟ خاصه مين؟ خاصه بسم. لو قلت له ريتيرن اكس في اكس، هو عنده دبليو ما عندهوش اكس في اكس، اكس في اكس مش راح يعترض لانه في اكس جلوبال، لانه في واحد جلوبال. الموجودات جلوبال بيقدر يستخدمهن بالمين وبيقدر يستخدمهن جوا الفانكشنز. بس اذا مش موجود واحد جلوبال بعطيني ايرور، يعني زي واي ما فيش واحد جلوبال برا. الواي خاصه بس بسم، اذا وين بستخدمها؟ بس بسم. الاي والجي والكي فيش جلوبال، بس في موجودات بسم، اذا بستخدمهن بس بسم، هذول بنسميهن لوكال. الدبليو فيش واحد برا دبليو، بصير يكون في واحد ثاني برا دبليو؟ اه بصير، واحد محلي، واحد خاصه بسكوير وواحد جلوبال. وشوفنا كيف اكس هاي كانت غير عن اكس هون اللي بالسم. طيب خليني امسح الصفحه وبعد ما نمسح نروح نكمل. فهمنا كيف انه فانكشن ممكن يستدعي فانكشن اخر. انا هيك بعطيك مقدمه عن السكوب، بس هو لحد الان احنا رح ناخذه بالتفصيل اكثر. السكوب بدنا ممكن فانكشن يستدعي فانكشن اخر. وضحت الفكره؟ وضحت؟ يعني لو قلت لك اجمع لي، اجمع مضروب واحد مضروب واحد مضروب زائد أربعة مضروب زائد سبعة مضروب زائد عشرة مضروب لحد زائد إن مضروب. الجمع نفسه هاي مشكلة، نجمع مجموعة قيم وكل قيمة ما بدي أجمعها هي فاكتوريال. إذا الأصل إن نعمل فانكشن فاكتوريال يحسب يحسب القيمة، وفانكشن ثاني يجمع القيم. أعمل تو فانكشنز صح ولا لا؟ مش بتصير المشكلة أسهل؟ لو فكرت فيها بقول بدي أعمل واحد أعرفه فاكتوريال، طبعا في واحد جاهز، لو نفترض إنه ما فيش واحد جاهز، بدي أعمل الفاكتوريال، فاكتوريال إن. المحاضرة الماضية عملناها بسرعة، إف تساوي واحد فور أي إن range of من واحد، مش من صفر، اوعى تقول لي لان، لا من واحد، لان اذا ضربته بصفر بتروح القيمه كلها. من واحد لان زائد واحد اف ضرب equal اي بعدين return اف، رجعت قيمه اف، حسبت الفاكتوريال. طب هسه بدي اعرف function summation. summation اللي هو مجموع المتسلسله، مجموع المتسلسلة بدي أعطيه N اللي بدي أوقف عندها. بدي أعطيه N، راح أعمل دوران. أول شيء راح أعمل S أو sum يساوي 0 لأني بدي أجمع قيم.
بعدين اعمل دوران for i in range of n زائد واحد قلنا عشان يقف عند n. n زائد واحد او احنا بلشنا من واحد لان زائد واحد اطبع اجمع للاس قيمة i plus equal i لا بدي مضروب i وهون الستيب كم؟ ثلاث شوفوا الستيب ثلاث وبحسب فاكتوريال i شوفوا صارت المهمة سهلة بدي اجمع فاكتوريال i فاكتوريال الواحد بعدين زائد ثلاث فاكتوريال الاربعة زائد ثلاث فاكتوريال السبعة زائد ثلاث فاكتوريال العشرة مضروب ضيف للسم بس تخلص اعمل ريتير اس يعني لو قلت له برنت سميشن العشرة العشرة بقف 11 مثلا ليه مضروب الواحد زائد مضروب الأربعة زائد مضروب السبعة زائد مضروب العشرة هاي ان 10 11 راح يجي اي لعند ان زائد واحد طيب مضروب الاي راح يستدعي المضروب يحسب مضروب الواحد اول شيء بعدين يرجع اي طبعا المضروب بيمشي من واحد لواحد بحسب المضروب الواحد بالنهايه الفاكتوريال هذا راح يحسب مضروب الواحد برجع لي اف مضروب الواحد بعدين اي بزيدها ثلاث ستيب ثلاث بتصير أربعة الرينج اللي راح يولده واحد أربعة سبعة عشرة راح يكون واحد أربعة سبعة عشرة لأنه أنا 11 صح المرة الجاية فاكتوريال الأربعة بستدعى الفاكتوريال وأن أربعة بدخل بحسب مضروب الأربعة برجع لي النتيجة بضيفها للسم شوف بعدين آي هون سبعة طب قول لي هون استعملتي آي هون استعملتي آي عادي هاي لوكال بالفانكشن فاكتوريال وهاي لوكال بالفانكشن سميشن هاي خاصة بالسميشن وهاي خاصة بالفاكتوريال ما راح يتعارضن مع بعض قولي ما هو بيستدعي واي بعدها موجودة اذا راح يغير قيمة اي بقول لك لا لانه هاي كل واحد بسكوب كل واحد بسكوب مختلف بمجال مختلف بمكان مختلف بدار مختلفة يعني اي هاي غير عن اي اللي راح تكون هون شفنا كيف راح يشتغل احيانا المهمة بتكون زي السكوير راح تقول لي المهم تسهل خلينا ربع مباشرة اسهل لي بقول لك اه بس في فانكشنز لا انك تقسمه لمشاكل اس ابسط بيكون افضل هاي اس كيو ار اوف دبليو ريتيرن دبليو 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 في دبليو عرف ديف سم 1 اكس فاصل واي فاصل زد اي تساوي اس كيو ار اوف اكس كي تساوي اس كيو ار اوف واي كي تساوي اس كيو ار اوف زد ريتيرن اي زائد جي زائد كي طبعا انا كمان مش شرط اقول له اي زائد جي زائد كي ممكن اقول له ريتيرن سكوير اوف اكس زائد سكوير اوف واي زائد سكوير اوف زد مباشره بدون ما اخزنهم متغيرات اي وجي وكي بس احنا خزناهن هيك عشان نوضح لك كل نقطة لحال كيف انه بيستدعي وبرجع نتيجة ممكن اسندها لمتغير طب لو قلت مباشرة بدون اي جي وكي سكوير اوف اكس زائد سكوير واي زائد سكوير زد عادي بيستدعي سكوير اكس بترجع نتيجة سكوير واي بترجع نتيجة سكوير زد بترجع نتيجة بعدين بيجمعهن نفس النتيجة راح يكون الجواب هاي عمل ايه تساوي انا عملت انبوت استخدمت انبوت هون اسند قيم مباشرة ايه تساوي 3 بي سالب 4 سي تساوي 1 result يساوي sum 1 a فاصل b فاصل c طبعا طبع للنتيجة the summation square مع قيمة الريزلت بديش ارجع اتبعه لان اتبعت لك اياه باشياء اكبر شوفوا الموضوع اللي وراه الscope local and global variables local and global variables طب شو هو معنى الscope ما شاء الله حضركم كثير يعني 45 طالب حاضر منهم 19 كويس ممتازين انتم اللوكال هاي المواضيع كثير مهمه اللي ظلت لوكال اند جلوبال فاريبلز لوكال اند جلوبال فاريبلز شو يعني السكوب اول شيء السكوب هو المكان المسموح فيه استخدام المتغير شو السكوب المكان المسموح فيه استعمل المتغير اعمل عليه اكسس قبل شوي شفنا انه دبليو مثلا بستعملها عملت برنامج جديد ولا غيرته نفسه ان شاء الله غيروا نفسه طب احكوا لي
شوفوا قبل شوي عمل واحد ثاني أخذ سنتين. ال W حكينا هاي local بالنسبة لسكوير X و Y و Z و I و J و K local لسم A B C و X هاي global global. لاحظوا راح أحكي عن سكوب W وين مسموح استعملها؟ مسموح استعملها بس بسكوير. لو روح تحاول تستعملها بسم في سم في عندها W خاصة فيها، إذا في إلها واحدة W خاصة فيها ما فيش مشكلة، بس ما فيش W خاصة فيها بعطيني إيرور إنه not defined. طب I و J و K و X و Y و Z خاصات بسم، لو رحت استعملت بسكوير بعطيني إيرور، لو استعملت I بعطيني إيرور إنها not defined. طب قول لي هيها I موجودة، أقول لك هاي خاصة بسم لأنها local. J موجودة، J موجودة بس بسم، إذا طلعت من سم شفنا النيم سبيس بتحطم، كل ما طلع من الفانكشن النيم سبيس اللي فيه بتحطم، صح ولا لا؟ لهيك السكوب بحكي لنا مكان مكان استعماله، the set of program statements over which a variable exists، مجموعة الجمل أو المكان من البرنامج اللي بتقدر تستخدم فيه المتغير. شو يعني exist؟ يعني can be referred to يعني access أو use. The variable. It's about understanding for any variable what its associated value is. لازم نرتب كل متغير لازم أعرف شو القيمة المرتبطة فيه. The problem is that multiple namespaces might be involved. شو بحكي لنا ممكن البرنامج يكون فيه أكثر من namespace. شوفنا الجزء الخارجي اللي هو المين له namespace لحاله وكل function له namespace خاص فيه. لهيك عندنا multiple namespaces. Find the namespace. For Python, there are potentially multiple namespaces that could be used to determine the object associated with a variable. The namespace هو بيحدد القيمة المرتبطة بالobject. قبل شوي شفنا x عندي تكررت x بالمين و x بالسم. شفنا إنه في بالnamespace x إلها قيمة معينة وكل ما استدعي السم كان x إلها قيمة أخرى. كان في عندنا x خاصه بالسم وكان يرتبط فيها قيمه معينه حسب شو ببعث شو شو الارجمنت اللي كنت ابعث لها اياه وما كانت تاثر على x الموجوده بالمين لانه كل وحده كانت بسكوب مختلف. لكن النيم سبيس هو اللي بيساعدني احدد الاوبجكت المتغير والاوبجكت المرتبط فيه. اوبجكت يعني القيمه القيمه المرتبطه فيه وما يصير عندي confusing ما خربطش انه والله هسع x في عندي x اكثر من مره وهسه شو قيمة X؟ ما هو كل مكان له X خاصة فيه، كل واحد له namespace. We will begin by looking at functions. A function namespace. بحكي لنا كل function له namespace خاص فيه. When a function is executed, it creates its own namespace. بحكي لنا لما يستدعي الفانكشن ويبلش يتنفذ الفانكشن شفنا إنه بنشئ النيمسبيس الخاص فيه. Each function maintains a namespace. كل اقتران له namespace. For names defined locally within the function. طب شو namespace اللي بالfunction شو بيحتوي؟ بيحتوي على المتغيرات اللي بالباراميتر ليست اللي بالمتغيرات اللي بالباراميتر ليست والمتغيرات المحلية. شو يعني المحلية؟ اللي أنشأتها داخل الفانكشن داخل جسم الفانكشن. هاي I و J و K وين أنشأتهم؟ داخل السم. إذا هذول local بيكون أكيد موجودات داخل namespace الخاص بالسم. وكذلك البراميترز هاي x و y و z x و y و z راح يكون المتغيرات موجودات بالنيم سبيس الخاص بالسم و i و j و k كذلك هن هذول كلهن شو local بالنسبه لمين بالنسبه لسم. Each function maintains a namespace for names defined locally within the function. Locally means one of two things. بحكي لنا locally بتعني شغله من شغلتين. A name assigned within a function إما النيم assigned within a function زي i و j و k انشأت داخل الفانكشن أو an argument أو parameter received by invocation of the function أو البراميتر اللي بيستقبل قيم اللي هو x و y و z هذا بيكون تابع للنيم سبيس أو المتغيرات اللي انشأتها داخل جسم الفانكشن إما اللي انشأتها داخل جسم الفانكشن أو البراميترز هذول كلهن شو يعتبرن local وبيكون تابعات للفانكشن. These variables can only be accessed within that function. شو يعني نحكي عنهن محليات؟
يعني بقدر أعمل عليهن access فقط داخل هذا الفانكشن. When a function ends, namespace is hidden. كني كل ما ينتهي تنفيذ الفانكشن استدعيته خلص ورجع نتيجة النيم سبيس هذا بتحطم يلغى بيختفي. إذا رجعت استدعيته كمان مرة شفنا كنت أنشئ مرة ثانية النيم سبيس صح؟ كولكت فاولز طبعا رجع لي إلى هاي المشكلة. المشكلة هاي خليها أنا إحنا شرحنا فيها بس خلينا نعطي أمثلة على السكوب. مش حاط أمثلة ما شاء الله لحد الآن. إحنا وضحت لك هون بهذا المثال كيف لوكال وجلوبال. ها لو عملت ران هسه راح يعطيني ايرور. طبعا هو ما وصلش للايرور لأنه قال لي A تساوي أول شيء A تساوي 2 B تساوي هاي بلش ينفذ 3 C تساوي 4 سينتاكس ايرور. وين لما جاي يستدعي سكوير X راح بعث X ل W أجي ينفذ برنت Y. Y وين Y هاي؟ قال لي is not defined. Y is not defined. أعطاني ايرور انها واي. طب قول لي هاي واي موجوده هون. بقول لك هاي لوكال للسم. هون واي هي لوكال للسم. دبليو لوكال للسكوير. اكس وواي وزد واي وجي وكي لوكال للسم. طب عندنا جلوبال شو هن الجلوبال اللي بالمين بارت اي بي سي اكس. يعني لو قلت له برنت اكس هل راح يعطيني ايرور؟ لا ما راح يعطيني ايرور. بس مين؟ مين راح ياخذها؟ هون اكس لاني حاليا بعدني مش منشئها. انا استدعيت سم اي بي سي راح استدعى سكوير اكس لانه بمرحله استدعاء تنفيذ السم كان بعدني مش مسند قيمة لx هون. لو هون كنت مسند لها مثلا x تساوي 10 ما راح يعطيني ايرور. ما راح يعطيني ايرور. بس انا باللحظة هذيك باللحظة لما اجي استدعي السكوير ولزمته x كان ما فيش قيمة لx. بس لو كان في قيمة لx بالجلوبال طب كيف ما فيش؟ لان انا بعدني بستدعي بالسم وبعدني ما سندت قيمة لx. يعني فعليا هو ما كمل انشاء الجلوبال قبل ما احكي اكس تساوي 10 ليك اعترض برنت اكس. بس لو في اكس بالجلوبال والها قيمه خلص بيستخدم اكس الجلوبال. شايفين هاي صار يطبع لي 10 10 10 كل ما يستدعي سكوير يطبع اكس اللي هي 10. لما استدعاه مره ثانيه كانت اكس حاصل جمع اي سكوير اوف اي فاصل بي فاصل سي اللي هي 1 تربيع زائد 2 تربيع زائد 3 تربيع طلعت 14. صار يطبع لي اكس 14 14 14. استخدم اكس الجلوبال مش اكس هاي اللي بالسم. لا اكس الجلوبال استخدم اكس الجلوبال. طبعا هسه لو بدي اتبعه بدي افهم الفكره انه ممكن يستخدم الجلوبال. لو جيت قلت له برنت اي بيعترض؟ لا بيستخدم الجلوبال. لو هون جيت قلت له برنت اي هل راح يعترض؟ طب قول لي ما فيش اي هون. في اي بالجلوبال اذا بيقدر يستخدم الجلوبال. الكل بيقدر يستخدمها بس بدي انبهكم على نقطه. اما اللوكال بس يستخدم في مكانه. يعني هون لو رحت قلت برنت اي هل مقبول اعمل برنت اي هون؟ شو بعطيني؟ بعطيني عليها ايرور. برنت اي راح يعطيني عليها شو اعطاني عليها؟ ايرور. هيها برنت اي نيم اي از نوت ديفاين. ليش؟ لانها اي خاصه بسم بس مش خاصه بسكوير. طب لو جيت قلت برنت اي برا هون بالجلوبال بارت بصير اقول برنت اي شو كمان راح يعطيني؟ راح يعطيني انها نوت ديفاين. راح يعطيني ايرور. هاي مباشره هاي ايه دخلت اي واحد بعدين اعطاني ايرور. طب دخل قيمه لاي بعدين اجى بتقول لي برنت اي. طب في اي خاصه بالجلوبال عامل اي تساوي مثلا 5 بالجلوبال بالمين بارت مش عامل. بدي افترض اني بدي استخدم اي اللي بالسم ممنوع لانه اي هاي خاصه بالسم ما بصيرش استخدمها بالمين بارت. طيب خلينا نشوف كمان امثله على السكوب. عملنا اي تساوي 10 مثلا بعدين عرفت فانكشن تستقبل اكس بطبع لي برنت ايه. انتبهوا على الحالات
بعدين برجع return x زائد 2 ضرب a. هون استدعيت b تساوي 2 وعملت print fun of a زائد b. بصير هذا شغلي صح؟ هل عندي ايرور بهذا الكود؟ لو سألتك عندك ايرور نحلله. اول شيء x هي global local local بالنسبة لفان، و a و b global. انا بالمين بارت استعملت بس a و b، هاي استدعيت function وبعثت له a و b، ما استخدمت x. لو جيت قلت له fun of x بعطيني ايرور. طب قولي ما انت بدك تستدعي fun والبراميتر اسمه x، بقول لك لا لازم استخدم من المتغيرات الجلوبال. اعطيته مثلا قيمة A أو قيمة B أو A زائد B بصير. طيب بالفانكشن X استخدمت X واستخدمت A، هل شغلي صح؟ X صح لأنه باراميتر يعتبر local variable، و A كمان صح استعمالي إلها لأنها global، لأنه في واحد global. شو الإشي اللي راح يصير؟ خليني أخذ القلم. شو التنفيذ منين راح يبلش؟ راح يبلش النيم سبيس للمين. هذا مين نيم سبيس، بديش اكمل كلمه نيم سبيس. انشا اول اشي A وقيمتها 10، بعدين انشا B. طب قولي مباشره من A تساوي 10 راح على B؟ راح على B ترتيب الجمل الخارجيه بالترتيب. طب الفانكشن اجى بالنص، الفانكشن ما راح يتنفذ الا اذا استدعيته. الفانكشن ما بتنفذ الا اذا عملت له استدعاء ب2، بعدين اجيت قلت برنت فن a زائد b. شو راح يعمل؟ راح ينتقل التنفيذ، لقيت جمله استدعاء للفانكشن فن، انتقل لفن وانشا النيم سبيس الخاص بفن. راح ينشئ نيم سبيس خاص بفن. هذا النيم سبيس شو فيه؟ فيه المتغير x. شوفوا x خاصه بمين؟ خاصه بالنيم سبيس للفن. شو أعطاك X؟ شو القيمة اللي أعطاها لX؟ A زائد B 10 زائد 2 12. شفتوا شو مرر لX؟ قيمة A زائد B لي 12. بعدين أجي قال لي برنت A. برنت A كم A؟ في عنده A محلية خاصة فيه؟ إذا عنده A واحدة محلية بستعمل المحلية، ما عندهوش بدي أدور بالجلوبال. إذا ما في بالجلوبال بعطيني إيرور. هل في A جلوبال؟ شو رح يعمل؟ رح يطبع لي العشرة. طيب بعدين return x زائد 2 في a، راح تطبق الضرب بالاول 2 في a 2 في 10 20 زائد 12 32، هاي نتيجتها 32. وين راح ترجع؟ راح ترجع هون، وبيكون الفانكشن خلص. هذا السكوب شوفوا راح يتحطم، النيم سبيس الخاص بفن. وشوفوا النيم سبيس الخاص بفن ما حطيت فيه a، صح استعملت a بس استعملتها من الجلوبال، استعملتها من الجلوبال ما حطيت هون A. متى بحط A هون؟ إذا كان عندي واحدة محلية، مثلا كتبت A تساوي 5، بصير في واحدة محلية، ما بستخدم الجلوبال بستخدم المحلية. هسه شوفوا استخدم A الجلوبال، رجع 32، 32 راح يطبع لي إياها برنت. وهذا المين بارت النيم سبيس، خلص البرنامج المين سبيس شو راح يصير فيه؟ راح يتحطم. نعمل رن، هيا 10 32 شفنا النتيجة 10 32، شفنا كيف اتبعنا؟ طيب خليني كمان مرة آخذ مثال جديد، نمسح هذا. وضحت الفكرة هون بهذا المثال؟ وضحت؟ طب هسا لو أنا عندي A global وكمان عندي A local، قعد لو عملت A هون تساوي 3، قلت لك what's the output. خلينا نتبع كمان مرة على هذا الكود، هل هذا شغلي صح؟ شغلي صح، شغلي صح، فيه وش غلط؟ منين رح يبلش؟ رح يبلش من الجزء الخارجي اللي هو نسميه مين، صح؟ بالمين مين رح ينشئ أول إشي؟ إيه هاي الخارجية من أعلى الملف لتحت ببلش. إيه ربط فيها الأوبجكت اللي قيمته 10. طيب بعدين وين نروح؟ تدخل على الفانكشن؟ قلنا لا، بي
ربط فيه القيمة 2. بعدين استدعينا print. في عنا function print استدعى fun. داخله استدعى function fun. شو بصير؟ بنتقل التنفيذ لفن. انتقل لفن، شو راح يعمل؟ راح ينشئ name space خاص بفن. كل ما يتنفذ الفانكشن بنشئ name space خاص فيه. طب شو أول متغير اللي بالباراميتر؟ قلنا هذا بنضاف كلوكال فاريبل. اكس راح يكون لوكال، لو حتى في اكس برا لا، راح ينشئ اكس لوكال، الباراميتر دائما لوكال. طب شو أعطى قيمة اكس؟ اي زائد بي اللي هي 12. بعدين انشأ ايه، شوفوا عمل ايه جديدة، الاسناد بتعني انه عمل واحدة جديدة. طب ايه هاي تابعة لهاي نفسها ايه هاي؟ لا، عمل واحدة جديدة خاصة بالفان قيمتها 3، مش الجلوبال. اذا عمل اسناد خلص هو استخدم عمل لوكال، واحدة جديدة ايه قيمتها 3. طب واللي بالمين؟ هل غير ايه هاي اللي بالمين عملها 10؟ لا، صار عنده واحدة جديدة لوكال لأنه عمل عملية إسناد، صار في عندي واحدة لوكال اسمها إيه قيمتها 3. يجيت قلت له برنت إيه، راح يطبع لي 3. لاحظ ما راح يستخدم جلوبال إلا إذا كان ما عنده واحدة لوكال، لأنه إحنا من إحنا بالدار بتروح تدور على غرض إلا إذا ما عندك إياه. طيب نفس الإشي هنا، أنا عندي متغير محلي إيه، أروح أدور على جلوبال؟ لا، بستخدم اللي عندي. إذا ما عندي إيه بروح أدور فيه بالجلوبال إيه ولا لا. برنت A طبع لي 3، بعدين قال لي 2 في A 2 في 6 في 3 6 زائد 12 18. شوف هاي نتيجتها صارت، غيرت النتيجة كلها لأنه صار في عندي A local 18. هاي وين رح ترجع؟ رح ترجع على برنت يطبع لي إياها، وبس يطلع من الفانكشن شو بيعمل؟ بيحطم النيم سبيس. لو أرجع أستدعي فان مرة ثانية رد ينشئ نيم سبيس من جديد، صح؟ وبس يخلص المين، كمان المين بارت، بس يخلص البرنامج كامل النيم سبيس الخاص بالمين شو بيعمل له؟ بيعمل له تحطيم. نعمل رن، شوف هاي 3 18. شفنا المثال الثاني، هذا مثال ثاني، انا قاعد بعدل بصير مثال جديد. مش تاخذوا نفس المثال، كل مثال لحاله، لانه هذا الموضوع كثير مهم، تعرف اللوكال والجلوبال والنيم سبيسز كل وحده وين استعمالها. طب هسه بدي اعدل شغله، كمان بدي اعمل اشي. شوفوا print a، بعدين a تساوي 3، بعدين print a بالfunction fun. شو راح يصير؟ راح يصير عندي error. شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي error هيك. طب قولي ليش الايرور؟ هاي عندك a و b global، وبالمين بارت استخدمتي A و B وبس. X كانت local لفن، X local لفن ما استخدمتي هاش برا، ما فيش مشكلة، ما فيش عندي X برا. لو في عندي X تساوي 10 برا مثلا بقدر استخدم X برا، بس أنا ما عندي، مش عامل سناد برا، يعني ما في واحدة خاصة بالنيم سبيس المين اللي هو الجلوبال. في X بس بالفانكشن فن، مسموح X استخدمها بالفانكشن فن، استعمالي إلها صح، استعملت هاش بس غير الفن. طب ايه هاي؟ شو راح يطرد لي؟ راح يطرد لي على هاي الجملة. طب قول لي قبل شوي عملتي ايه تساوي 3، بدون ايه تساوي 3 عملتي برنت ايه، استخدم الجلوبال. هون شو راح يعترض؟ راح يعترض انك انت عندك واحد لوكال، ما راح يفترض انك هسه انت بدك تستخدم الجلوبال بعدين تنشئ واحد لوكال، لا، راح يفترض انه انت عندك لوكال واستخدمته بالبرنت قبل انشائه. شو راح يعترض؟ انه انت عندك لوكال محلي اسمه A تساوي 3، اذا انت ما راح تستخدم الجلوبال. كونه عندك لوكال ما راح تستخدم الجلوبال، لانه عندك متغير محلي اسمه A وفي متغير جلوبال اسمه A، بس لانه في عندي محلي داخل الفانكشن فان A ما راح يستخدم الجلوبال. طب لانه ما راح يستخدم الجلوبال، افترض انك انت استعملت المتغير المحلي قبل انشائه. مسموح استعمل المتغير قبل انشائه، يعني هنا بي تساوي 2، بصير قبله بالمين بارت اقول برنت بي، ولا بنشئ بي بعدين بطبعها. هذا الاشي اللي صار، شوفوا هاي برنت ايه لاين 11، شوفوا مش برنت ايه لاين 13، لاين 11 اعطاني عليها ايرور انه unbound local error local variable a referenced before assignment، انك استخدمت a referenced يعني استخدمته قبل الإسناد. الإسناد هو بيمثل عملية الإنشاء،
الإنشاء لأول مرة هي جملة إسناد، إذا ما عملت إسناد بظل يستخدم الجلوبال. لو قلت له برنت إيه برنت إيه برنت إيه برنت إيه، استخدمت إيه بدون ما أعمل إسناد بظل يستخدم الجلوبال، لأن يعني عملت إيه تساوي ثلاث، عمل واحدة جديدة. شفنا الإيرور؟ شفنا شو هو؟ طيب لو بدي أعدل كمان مرة، انتبهوا قاعد بعدل والتعديلات أشياء أنت بتشوف الكود زيه. طب أنا لو بدي أغير، يعني لحد الآن اللي تعلمناه إنه بصير أنشئ، بصير إني أعمل أستخدم الجلوبال بس ممنوع أسند. طب افرض ان الفانكشن بدي اخليه يسند للجلوبال، شو عليك تعمل؟ عليك تعمل تكتب قبل بدايه الفانكشن جلوبال ايه. اذا كتبت جلوبال ايه يعني حتى لو عملت عمليه اسناد معناها لا تنشئ وحده محليه، يظلك استخدم الجلوبال. هيك بروح الايرور، يظل يستخدم مين؟ الجلوبال. لو سالتك شو الاوتبوت هسه؟ لو قلت لك جلوبال ايه، طبعا بالسلايد مش ذاكرها بس انا هاي الاوتبوت 10,018. طب كيف اجت الاوتبوت؟ شوفوا اذا ما قلت له جلوبال ايه وعملت عمليه اسناد راح يعتبر انه في ايه لوكال. في ايه لوكال ممنوع استعملها قبل ما انشئها، قبل ما اعمل عمليه الاسناد اعطاني ايرور بعدم وجود هاي الجلوبال ايه. قال لك انه في ايه لوكال وانت جيت طبعت قيمه ايه لوكال وانت بعدك مش مستخدمها، اعطاني عليها ايرور. طب انا شو راح اعمل؟ شلون حليت الايرور؟ قلت جلوبال، اذا قلت جلوبال ايه بدايه الفانكشن يعني وين ما تستعمل ايه استعمل ايه الجلوبال، لا تعمل واحده محليه، ضلك استعمل ايه الجلوبال. طيب شو راح يصير؟ حكينا التنفيذ من المين، الجزء الخارجي المين، بالمين انشا ايه اول اشي قيمتها 10 وبي قيمتها 2، بعدين برنت استدعى فانكشن A فاصلة B، قلنا راح ينتقل التنفيذ لفان وينشئ النيم سبيس الخاص بالفان صح؟ والنيم سبيس أول لوكال فاريبل اللي هو X اللي بالباراميتر حكينا بضيفه كلوكال كمحلي جديد خاص بالفان. شو أعطى قيمة X؟ A زائد B اللي هي 12. جيت قلت له برنت A وحكي له جلوبال A، شو يعني هاي جملة جلوبال A؟ يعني وين ما تستعمل A استعمل A الجلوبال، اتفقنا؟ قلت له برنت A، وين A الجلوبال؟ فيش عنده A محلية، هسا ما راح يفترض انه عنده A محلية ولا راح يعمل وحدة محلية، ما راح يعمل وحدة محلية نهائيا، لأني قلت له وين ما تستعمل A استعمل A اللي بالمين، الجلوبال مين؟ اللي بالمين، برنت A، أيوه A كم قيمتها لحد هاللحظة هاي؟ 10. هي طبع لي 10. بعدين قلت له ايه تساوي 3، هل راح ينشئ هسه ايه محليه ويعطيها القيمه 3؟ لا، ايه الجلوبال نفسها راح يعدلها تصير 3. يعني هون لو بعد ما استدعيت الفانكشن رجعت قلت برنت ايه راح الاقي ايه 3 لانه غيرها. شوفوا راح يشتغل على الجلوبال، برنت ايه طبع لي 3، ريتيرن اكس زائد 2 في 3 6 زائد 12 18، 18 قلنا رجعت هون والسكوب للفانكشن حطمه وطبع لي 18. شفنا كيف الاوتبوت؟ بدي اوريك انه اللي بحكيه صح، انه لو قلت هون برنت A بعد ما رجعنا من الفانكشن جيت حكيت له برنت A كم A صارت؟ 3، رح يطبع لي 3. هيها A كم؟ 3. لا تقول لي صار وحده محليه، وشوفوا ما ضفتش A للفانكشن فن للنيم سبيس الخاص بالفن، لان انا قلت له جلوبال A، جلوبال A يعني استخدم A لجلوبال. فيش عندك انت A محليه، استعملها لجلوبال، حتى لو عملت اسناد، هل راح ينشئ وحده جديده ويصير عنده وحده محليه؟ لا. طب لو ما فيش جلوبال A قلنا، شو بعمل؟ اذا لقى اسناد، شو راح يعمل؟ بس مو حستعمل A بس بدون اسناد، لانه اذا عملت اسناد راح يعمل وحده محليه A. طبعا لو لغيت هاي الجمله كمان صح، بنشئ A3 هون خاصه بالفانكشن A3 والجلوبال بضل زي ما هو. لو على الكود هذا حكيت لك تبع لي هذا الكود هسه، اذا انت فاهم المفروض هسه تعطيني الاوتبوت. طبعا الكومنتس هاي لغيتها، اللي بالكومنت يعني ملغي،
الأشياء الموجودة بالكومنت. لو قلت لك هذا الكود تبعه، حكينا المين، هذا المين نيم سبيس، المين نيم سبيس ضاف لي A في قيمته 10 وضاف B قيمته 2، بعدين استدعى function fun، انتقل راح يعمل هون نيم سبيس خاص فن، هذا النيم راح يضيف له اكس، واكس قيمة تبعت A زائد B اللي هي 12، بعدين انشأ A محلية. شوفوا ما قلت له جلوبال A، قلت له A تساوي 3، راح ينشئ مباشرة واحدة محلية قيمتها 3، برنت A راح يطبع لي 3، هاي اول مخرج راح تكون 3، تذكر 3، بعدين هاي أول المخرجات 3، بعدين قلت له رجع لي 2 في 3 زائد 12 اللي هي 18، راح ترجع هون 18 ويطبع لي 18، بعدين برنت A، برنت A الخارجية اللي هي الجلوبال هيها 10، 3 18 10، 3 18 10، بس يطلع من الفانكشن النيم سبيس الخاص بالفانكشن بحطمه، وبس يخلص المين بحطه من النيم سبيس الخاص بالمين. نعمل رن، هاي 3 18 10. اذا فهمت متى بستعمل اللوكال ومتى بستعمل الجلوبال وشو يعني لوكال وشو يعني جلوبال، يكون وضعك كويس. وضحت الفكرة؟ وضحت؟ طيب نشوف passing arguments to functions. أنا لما أعمل تمرير الـ arguments للـ function شو اللي بصير؟ إذا بتبعث A لـ B، يعني function هون أنا هون بعثت argument A زائد B راح يبعث قيمة، بس لو قلت له function A بدي أبعث function of A، يعني قيمة A بدي أمررها لـ X. طيب شو بصير؟ هل بدي أنتبه هل A mutable ولا M mutable؟ شو يعني ميوتابل؟ ميوتابل يعني قابلة للتغيير، ميوتابل اوبجكتس يعني قيمها بتتغير زي الليست، الليست بقدر اغير على قيمها. ام ميوتابل زي الانتجار زي السترينج، ام ميوتابل غير قابل للتغيير. الميوتابل شو الاشي اللي راح يصير؟ فعليا هو راح يصير تشارك، كل الحالات راح يصير تشارك. اذا الاوبجكت قابل للتغيير بغير عليه نفسه، يصير يغير عليه نفسه. إذا غير قابل للتغيير مجرد ما بلش يغير بيعمل واحد جديد والأصل ما بتغير. Passing arguments to function for each argument in the function، بعثتوا أسماءكم ورقمكم متسلسل. For each argument in the function invocation the argument associated object is passed to the corresponding parameter in the function. لما نستدعي بحكي لنا الـ argument رح يمرر للبراميتر. نشوف حالة passing immutable objects. شو يعني immutable؟ immutable يعني غير قابل للتغيير زي الانتجر string، هاي immutable. الليست لو سألتك immutable قابلة للتغيير، شوفوا شو الشيء اللي بصير، شو الشيء اللي بصير، بصير فعليا بالبداية sharing. هاي استدعينا arg يساوي 25، استدعينا الفانكشن my function وبعث الarg بعته للباراميتر. شو اللي صار؟ رح ينشئ في عنا نيم سبيس للمين في ارك مرتبط بالاوبجكت 25 اللي قيمته 25، بس استدعيت الفانكشن انتقل التنفيذ للفانكشن، انشئ النيم سبيس الخاص بماي فانكشن. هذا النيم سبيس قلنا الباراميتر بضيفه كتابع للنيم سبيس، هي اضافه وبنفس الوقت صار ياشر على الاوبجكت 25. لو جيت برنت باراميتر رح يطبع لي 25، برنت argument راح يطبع لي 25. طب لو جيت هون بالباراميتر جيت غيرت، جيت قلت باراميتر تساوي 30، هل هذا ال 25 نفسه راح يتغير؟ ما هو الانتجر اميوتابل، شو راح يعمل؟ راح الباراميتر يصير ريفرنس على القيمه 30 والارجمنت يضل ريفرنس على 25، ما بتاثر لانه اميوتابل. شوفوا شو بصير، لو جيت قلت له باراميتر يساوي 32 ب
باراميتر صار ريفرنس على 32. بالبداية كان بتشارك مع ال 25 مع بعض، بس لأنه الانتجر غير قابل للتغيير، لما جيت أغير باراميتر يساوي 32 ما غير نفس الأوبجكت، راح أستدل أوبجكت جديد صار قيمته 22، والأرجمنت ظلت 25. تأثرت الأرجمنت، تغييري على الباراميتر غير على الأرجمنت؟ لا، معناه بالبداية تشاركن، بس لما جيت أغير على الباراميتر ما تغير الأرجمنت. هل تغير الأرجمنت؟ ما تغير. ليش ما تغير؟ لأنه الأوبجكت إميوتابل. هاي بحكي لنا بالبداية الباسنج مينز شيرينج، بالبداية بصير شيرينج، بس بعدين هل بيضل شيرينج؟ assignment changed associated if a parameter is assigned to a new value، بحكي لنا ده الباراميتر غيرته جيت أعطيته قيمة جديدة، then just like any other assignment a new association is created. This assignment does not affect the object associated with the argument as a new association was made with the parameter. بحكي لنا انه الارجمنت ما راح يتغير، الباراميتر بس اللي بيتغير. ليش؟ لانه الاوبجكت غير قابل للتغيير. بس اذا كان ليست لا بغيره نفسه، لو كان ليست راح يشوف انه راح يغيره نفسه. هاي passing immutable objects sharing the mutable objects، الميوتابل اوبجكتس بصير شيرينج. هاي الليست شوفوا مرر ليست، لو اجي اغير اي عنصر من عناصر الليست لانها قابله للتغيير بغيرها نفسها. راح تغييري على الباراميتر ياثر على الارجمنت، تغييري على الباراميتر راح ياثر على الارجمنت لانه الاوبجكت قابل للتغيير. بس لو كان انتجر او سترينج هل راح يتغير؟ لا. طيب يعطيكم العافيه، المحاضره خلصت، المره الجايه ان شاء الله بنكمل هاي الشيرينج والميوتابل، نرجع نركز عليه المظبوط في المحاضره الجايه وبناخذ الديفولت ارجمنت. يعطيكم العافيه.